تأتي، المسيح قام، قام السيد المسيح في اليوم الثالث بعد الصليب، وكانت قيامته كما هو ثابت تاريخيا وجغرافيا وأثريا وكنسيا، والمواضع التي تشهد بالقيامة والشهود الذين حضروا وشاهدوا. وكانت هذه القيامة أثبتت أن الحياة أقوى من الموت، وأن الحب أسمى من الكراهية، وأن الخير أقوى من الشر، وأن الحق أسمى من الباطل. وقيامة السيد المسيح في اليوم الثالث صار رقم 3 له أثر هام جدا في حياة الإنسان. يقولون أن حياة الإنسان هي 3 أيام، يوم الميلاد ويوم الوفاة، وبينهما يوم طويل اسمه يوم الحياة. ويوم الحياة هو يوم طويل يصف منظومة الحياة الإنسانية، ولكن أود أن أركز على نقطة واحدة، وهي أن حياة الإنسان مرتبطة بمخاوف كثيرة. وربما وإحنا في ظروف هذا العام وانتشار وباء الكورونا بهذه الصورة في العالم، صورة فجائية، جعل المخاوف تزداد، وجعل أيضا حياة الإنسان في حالة قلق. ولكن القيامة هي الوسيلة التي تنقل الإنسان من حالة الخوف إلى حالة الحب. ما أريد أن أقوله أن القيامة هي جعلت الإنسان يستطيع أن يعبر من حالة الخوف إلى حالة الحب. وحالة الحب هي أسمى المشاعر الإنسانية اللي الإنسان بيعيشها في منتهى الراحة ومنتهى السعادة ومنتهى الشبع الداخلي. والحالة ده هي حالة القيامة، أو فعل القيامة هو الذي يحول الإنسان إلى إنسان يعيش إنسانيته الحقيقية هو فرحان. القيامة نقلت وحولت كثيرين من حال الخوف إلى حالة الحب الكامل. يعني الإنسان مش ممكن يتمتع بالقيامة وينتقل من حالة الخوف لحالة الحب الكامل أو السامي إلا من خلال خطوة النقاء، وأقصد نقاء القلب، قلبه. والإنسان علشان يعيش حياته السليمة أمام الله كمخلوق الله أو كإنسان الله، ينبغي أن يأخذ هذه الخطوة، خطوة النقاء. مكتوب طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله.